معك أسمعك تغريد، تفضل أحمد. أهلا وسهلا بك محمد، وأهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. من هنا نحتفل من الدرعية التي بدأت من تاريخ تأسيس الدولة السعودية الأولى، والتي تضرب بتاريخها في أطناب التاريخ. يبدو أحمد أنه في خلل وفي مشكلة في الصوت. سامعيننا؟ تفضل أحمد كمل. نعم محمد، اليوم نحن نحتفل في الدرعية، وكذلك يعني نشاهد منذ ليلة البارحة والناس تجهز لهذا اليوم باللباس، وكذلك المحلة التجارية والشوارع تحتفلون بيوم التأسيس محمد. وكذلك اليوم أنا أشوف لباسك يا محمد كأنه اليوم تجسد التاريخ الماضي وأنا أجسد الحاضر والمستقبل. وكذلك هو أيضا التاريخ للمملكة العربية السعودية الذي يجسد أيضا الماضي العريق، ويجسد أيضا الحاضر والمستقبل المشرق برؤية سمو سيدي ولي العهد صاحب بالتأكيد محمد بن سلمان. نعم محمد، اليوم انا اشوف اللوك ومثلك كثير، يعني المقصب وما اعرف اسمها، يعني ما يحضرني اسمها. لو تحدثنا عن زيك اللي موجود الالاف منه اليوم، اوتفيت يعني الاوتفيت. طيب خليني اقول لك، اليوم انا ارتدي هذا الزي النجدي عباره عن عقال مقصب بشارع ثبيري، خذيته ب 60 ريال. جميل. ايضا مثل ما تشوف الدقله او ما يسمى بالصايل اخذته برضو من شارع ثبيري، هذا الشارع الذي يعني يتزين ايضا بالازياء التاريخيه والتراثيه. أيضا هذا هو المجند، وهو المحزم المخصص لحمل الأعيرة والأسلحة أيضا النارية يا أحمد. لكن أنا أقيد عليك محمد أنك ما خبرتنا البس مثلك. لا قلنا تجسد المستقبل، تجسد الحاضر. نعم محمد، الآن تقريبا المسيرة حصلت، الآن نحن في الدرعية، وحبيت تفسر لنا محمد المسيرة الآن التي راح تنطلق. احنا نتواجد الآن بالقرب من مطل البجيري، حيث هذا المكان الذي أذن الآن له بالانطلاق في هذه المسيرة المخصصة، وهي عبارة عن مجموعة من الخيالة ومجموعة أيضا من الجمال ومجموعة أيضا من الراجلة دقائق أو أقل من دقائق، وهي ستكون بالقرب لنا من هذا المكان. هذه المسيرة التي تنظمها اليوم وزارة الداخلية السعودية، وهي عبارة عن أكثر من 1000 رجل تقريبا، يتنوعون ما بين الراجلة وما بين أيضا الخيالة وما بين أيضا الجمال. هذه الدواب التي حملت الأبطال وحملت الملوك، والتي هي أيضا عبرها انطلقت رحلة توحيد المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها حتى هذا اليوم يا أحمد. قد نسمع أيضا محمد الآن الصوت تقريبا بدأ تبعد عنا فيما تقرب لنا المسيرة يا أحمد، بدي تعطينا فكرة أكثر عما يحدث ممتاز. اليوم وش اللي قاعد يصير في الدرعية اليوم محمد؟ ليست الفعالية الوحيدة هذه ستكون في الدرعية، هنالك 4 مواقع، ثلاث حدائق موجودة داخل الدرعية، وكذلك المطل ستحتفل اليوم في وتحتضن كثير من الناس اللي راح يحتفلون في يوم التأسيس، وتنطلق الساعة الرابعة الساعة السادسة من مساء هذا اليوم. تمام. اليوم كما يتزين الناس والجمهور كما تشاهد محمد الآن خلف هذه المسيرة التي تجسد التاريخ وعمق تاريخ هذه المنطقة الدرعية، التي يعود تاريخها إلى أكثر من 300 سنة، وتاريخ الحضارة، وكذلك عدد من الفعاليات الموجودة اليوم، فعاليات ترفيهية وكذلك فعاليات ثقافية. تتنوع الفعاليات اليوم، وأيضا تحتفل الناس في المناطق الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية، وكذلك هي المناطق الوسطى التي تحتفل اليوم بهذا الإنجاز، بهذا التاريخ. كما تلاحظون الآن من خلفي، هذه هي المسيرة المخصصة بيوم التأسيس، من هنا من الدرعية، أرض الملوك، أرض الأبطال، من هنا جوهرة المملكة العربية السعودية. هذه المسيرة التي تنظمها وزارة الداخلية، طبعا مثل ما تشاهدون في هذه الصورة الحية وعلى الهواء مباشرة من الدرعية، حيث مجموعة من الخيالة وكذلك أيضا مجموعة من الجمال ومجموعة أيضا من الجنود الراجلة على مهد أو على أرض مهد الحضارة والتاريخ، مهد الأبطال والإنجازات من الدرعية. أترككم الآن في هذه اللحظات باستمتاع بهذه المسيرة التاريخية. يا أحمد كيف هي المشاعر؟ أنا ما أسمعك محمد اليوم، ولكن كما تشاهد اليوم الخيول وكذلك الإبل التي تجسد تاريخ تأسيس دولة سعودية يمتد تاريخها لأكثر من 300 سنة.
محمد كما تشاهد وكذلك الحضور الذين يعني يستمتعون بهذا المنظر داخل الدرعية، وهي واحدة من الفعاليات التي ستكون عقبها عدد من الفعاليات سيحضرها المواطنين، وسنستمتع بها جميعا وسنكون ناقلينها على الحي بإذن الله. هذه الفعاليات تستمر حتى ساعات متأخرة من مساء هذا اليوم. كنت قبل قليل من هذه المسيرة في منطقة الدرعية إلى هنا، ونعود إلى الزملاء في الاستوديو في الجيري، ومن ثم نستكمل معكم باقية هذه التغطية من مواقع متفرقة ومختلفة من الرياض.